السلام عليكم، سميتي جاد روز. اليوم غنعمل هذا الفيديو باش نحكي لكم القصه ديالتي ونطلب منكم المساعده. نطلب منكم المساعده انتم المواطنين، ومن السيد الرئيس المحكمه النقد محمد عبد النبوي، ومن سيدنا محمد السادس نصره الله. العام اللي فات كنت خدام عند واحد السيد سميتو فؤاد بن قويدر، حقرني ضربني ما خلصنيش، نصب عليا. هاد القصه وقعت العام اللي فات في الاخر تاع رمضان، كنت خدام عنده. هاد السيد ما احترمنيش في الخدمه، ما احترمنيش في كلمته، طلبت منه الاحترام ما عجبوش الحال. قال لي واش عرفتيني انا، واش عرفتيني شنو سميتي، واش عرفتيني اش كندير، غنشتف عليك بالفلوس. ما عجبوش الحال. قلت ليه الا ما خدمتيش معايا بالاحترام ما نقدرش نخدم معاك. هو كيستعمل سميت مرتو نوال دبوز، اخت جمال دبوز، كيستعملها باش يدخل لمراكش ويفتح البيبان. قلت ليه الا كنتي شي واحد، علاش كتستعمل سميت مرتك؟ كتدخل المقاطعة كتقول لهم سميتي دبوز، كتدخل الولاية كتقول لهم سميتي دبوز، كتدخل عند المحامي كتقول لهم سميتي دبوز. قلت لي انت ما سميتكش دبوز، تعمل سميتك الا كنتي شي واحد بحال هكا وكتهضر معايا بحال هكا. ما عجبوش الحال، حقرني ضربني المرة الأولى في وجهي، المرة الثانية في وجهي، طحت الطلاط عاوتاني ضربني، هرس لي الوجه هنايا، هرس لي السنينات، فتح لي هنايا الجنح، فتح لي هنايا عاوتاني. جاو البوليس هزوني في الشانطي كيعيطوا ليه اجي باش تشوف، اجي باش نصمتو ليك. ما جاش، خلانا مشهورين في الشارع. ما احترمنيش داك النهار، ما احترمش الشرطه اللي عيطات ليه. شهر فحال طلع في واحد الطياره مشى لبلجيكا، دازو شويه الوقت دخل المغرب، مشى للملف في المحكمه، تحكم داكشي في الابتدائي ديال باب الوكاله، حكموا عليه شهرين الحبس خارج، غرامه 500 درهم، تعويض ديال 4000 درهم. الفاكتوره ديال الطبيب انا عندي غاليه بزاف، فايت داكشي بزاف. وداكشي اللي دار الا طبقوا بزاف القانون، طبقوا مزيان القانون، ما كيسواش صراحه شهرين. خلاني نشور في الشارع، شهاده طبيه فيها شهر ونص، مهرس مفتح الدم كيسيل. هو ما جاش، ما احترمنيش، ما احترمش المغرب، ما احترمش المواطنين، ما احترم والو. دابا كنطلب منكم مساعده، القانون يطبق مزيان، حيت هاد السيد حكر وهاد السيد خطير بزاف، وحقر الناس قبل مني ويحقر الناس من بعد مني. وهاد الشيء خصو، هاد النوع ديال بنادم اللي ما كيحترمش المواطنين ما خصوش يبقى هكاك غادي في المغرب، وما خصوش يبقى يدير ويفعل بحال هكاك المغاربه والمواطنين. شكرا والسلام عليكم.